عايزة أسأل حضرتك، حضرتك قلت إنه من ضمن الأولويات إنه يكون في الحيز السكني مربع بتاع سكني. أو المربع السكني بتاع المدرسة. إيه المربعات اللي فيها المدارس؟ اللي هي الإدارة التعليمية اللي موجودة فيها المدرسة. أي فندم ما حضرتك ينفع يعني ممكن أنا تقولهم لنا في ولو كل قلت؟ محافظة في مديرية تعليمية، مديرية تعليمية في إدارات تعليمية. على سبيل المثال مثلا في القاهرة أنا عندي كذا مكان، عندي المعادي، عندي سيدة زينب، عندي الويلي، فكل مربع ساكن إدارة تعليمية خاصة بيه. صحيح يا فندم، أنا فاهمة النقطة دي. فبالتالي المدرسة التقديم ليها من خلال المربع الساكن المحيط بيها. على سبيل المثال الشروق واحد اللي هتفتح فتاخد كل المحيطين منطقة الشروق، أهلا وسهلا بيهم في التقديم. طالب بعيد عنها صعب أنتوا إن هو بتبتدوا يقدم. كم مدرسة يا أستاذ عمرو؟ إن شاء الله السنة دي في 45 28 دلوقتي، وفي 17 مرحلة تانية، يعني البداية ب 28 مدرسة للعام الدراسي 2017 وفي 2018. 17 إن شاء الله بعدهم على طول إن شاء الله بس نستلمهم من الأبنية التعليمية. بس مش هيكونوا ضمن هيخشوا العام العام الدراسي الدراسي، 20 هيخش 17 18 بس ممكن يبقى متأخرين شهر أو شهرين. قبل ما اكلم حضرتك عن اتفضلي يا نطاق فندم. المحافظات، حضرتك قلت ايضا من ضمن الاولويات انه يكون لاولياء الامور تعاون دور 20 ساعه 20 ساعة لمده 20 ساعه. تمام. شكل التعاون المقصود بيه هنا يا فندم؟ التعاون ان هو يعمل دعم للولد في المدرسة واللي بيحصل في المدرسة علشان خاطر يبقى ليه علاقة بالمدرسة والبيت. على سبيل المثال لو ولي الأمر مهتم مثلا بالقراءة ممكن يساعد الولاد في دروس خاصة بالقراءة، لو ولي الأمر مهتم بالمكتبة أو تنظيم المكتبة ممكن يروح المدرسة ويساعد. لازم يعرف ابنه بياخد ايه جوه المدرسة علشان نعمل لينك ما بين البيت والمدرسة عشان يأثر على المجتمع. ما ينفعش بعلمه قيم وسلوك في المدرسة أروح البيت ما بيحصلش الكلام ده، لازم ولي الأمر يعرف ايه اللي بيحصل ويربط ما بينه. على سبيل المثال لو أنا مثلا مهتم بحاجة معينة، تعليم لغة أو مهتم بحرفة معينة ممكن أديها في المدرسة، أنا كولي أمر وليا دور مع ابني في المدرسة وأتابع برضو ايه اللي بيحصل في المدرسة.